والآن كما تشاهدون أعزائي المشاهدين هذه الطيارة المتبقية في المتحف الأرميني منذ الحرب العالمية الثانية. هذه الطيارة متوجهة نحو تركيا أيضا. كل هذه الآلات متوجهة نحو تركيا. كل هذه الآلات متوجهة نحو تركيا. كما تشاهدون تركيا وهذه الآلات كلها متوجهة إليها. نحن الآن في العاصمة يريفان في المتحف الأرميني. العاصمة يريفان في المتحف الأرميني للعاصمة يريفان.